واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الكوليجن سوري المالتيبل اكسس بروتوكولز، وقسمناهم لجزئين، جزء اللي هو الاربعه اللي فوق دول اللي هو الوها سلوز الوها كالر سنس مالتيبل اكسس وكالر سنس مالتيبل اكسس وكوليجن ديتكشن. دول الاربعه دول راندوم اكسس بروتوكولز بس بيحصل فيهم كوليجن. طبعا البرفورمانس بتاعهم بيختلف من واحد للتاني، طبعا اقل برفورمانس هو الوها مع انه ستيل مستخدم يعني، واحسن برفورمانس هو سيزما سي دي، وده اللي مستخدم في الايثرنت. وبعد كده الطيب التاني اللي قلنا كوليجن فري بروتوكول برضه هو راندوم اكسس بس ما فيهوش كوليجن خالص، مع انه ما فيهوش كوليجن خالص، ويبدو ان الواحد يعني ايه يفضل ان هو يستخدمه، لكن لما نشوفه هنلاقي فيه ديس ادفانتجز يعني بحيث تخليه مش هو الافضل للاستخدام يعني. طيب احنا خلصنا اللي دول عشان بلي البروتوكول. الكوليجن فري بروتوكول هنا هو بالشكل ده. حد فاهم قبل ما اشرح، حد فاهم يعني الريبريزنتيشن ده بيدل على ايه؟ تاني كده دكتور؟ حد يقدر يشرح الكوليجن فري بروتوكول ده بناء على الدياجرام ده؟ هو اسمه بيت ماب. مثلا واو. انا عندي طيب اللي بدأت تفضلي. سبعة مثلا متوصلين مع بعض ككومن باص مثلا، فاللي عايز يبعت يحط واحد في ونعمل فيلد، وكله واللي عايز يبعت يحط واحد في الفيلد بتاعه، واللي مش عايز يبعت يسيبه او يحط زيرو. طيب دول عددهم بيتحدد على اساس ايه؟ على اساس عدد النودز اللي متوصلة ككومن باص. طيب هو فعلا كده، هم مقسمين عشان يبقى يعني حد يقدر يديسكرايب ايه المشكله الاساسيه للمالتيبل اكسس بروتوكولز؟ إن مفيش communication ما بين اليوزرز أو النودز. بالظبط. المشكله الاساسيه ان انا لو عندي كومن باس وليكن زي كده، المشكله الاساسيه ان النوت دي محدش يعرف مين اي نوت تانية عندها ترافيك، واللي عندها ترافيك دي جت امتى، مفيش اي كوميونيكيشن ما بينهم او كومن كنترولر ما بينهم، فبالتالي ده يعتبر as if it is distributed channel allocation خلاص. فبالتالي لازم يبقى في some type of organization ما بينهم. فالاورجنايزيشن هنا الاربعه اللي خدناهم المره اللي فاتت دول كلهم بيحصل فيهم كوليجن ولكن بليفلز مختلفه. هنا بقى كوليجن فري عملوا اورجنايزيشن عن طريق الكونتنشن سلوتس دي، فعملوا كونتنشن سلوتس بحيث ان النودز كلها تبقى شايفه الكونتنشن سلوتس دول، والنود اللي عندها ترافيك ده طبعا الهورزونتال اكسس ده التايم، الهورزونتال اكسس ده التايم خلاص. فمع التايم هنا هتلاقي السلوت دي الكل هيشوفها خلاص، الوحيد اللي هيقدر يكتب فيها اللي اسمها رقم 0. لو عندك تكتب 0 1، لو ما عندكش ترافيك هتكتب 0. لما تمشي في التايم هيجي السلوت الثانيه دي اسمها كونتنشن سلوت، هي سلوت التايم بتاعها صغير، وبالتالي لو عندها ترافيك هتحط 1 زي ما حطت هنا وهكذا. يبقى في عندي هنا 8 نوتس من اول 0 ل 7، ثلاثه منهم هيبعتوا. طيب يبقى الكونتنشن سلوت ازاي، كل واحد بيحط ايه 0 او 1 على حسب هو هيبعت او لا. طيب لما يحصل كده في نهاية كونتنشن ستاتس عند التايم ده، مش يعتبر هنا، يعتبر هنا ان كل النودز عرفوا مين اللي عنده ترافيك عايز يبعتها ومين ما عندوش. لان الوان اللي اتحط هنا من النود 1 مثلا والوان اللي اتحط هنا من النود 3 كل النودز الثانيه شافته، فبالتالي عند التايم ده كل النودز عرفت مين اللي عاوز يبعت، فبالتالي هيسيبوا النوتس تبعت بالترتيب. نود نمبر 1 هتبعت الاول، وبعد كده لما تخلص الكل عارف ان بعد نود 1 نود 3، فنود 3 هتبعت، فمفيش هنا كوليجن خالص. وبعد كده نود 7 هتبعت،
بعد ما نوت 7 تبعت خلاص عندي التايم مثلا لو قلنا ده T1 عندي التايم T2 كل النوتس عرفت ان اللي عنده ترافيك وعمل ريزرفيشن اوريدي بعت خلاص. وكلمة ريزرفيشن دي اللي بقولها هي دي يعني الكي وورد في الكوليجن فري، الكوليجن فري بروتوكول. وبرضك مش هناخد الوايرلس وايرلس لان اكسس في بروتوكول اسمه سيزما سي اي كوليجن افويدنس. هما الاثنين بيعتمدوا او غيرهم يعني بيعتمدوا على الريزرفيشن، ان كده اتعمل ريزرفيشن ل داتا سلوتس اللي هي الكبار دول. يعني مثلا عشان ناخد في الاعتبار دول كده فيو بيتس، كل سلوت من دول فيو بيتس، انما دول ممكن يبقى مثلا 1000 بايتس 2000 بايتس على حسب السايز بتاع الفريم يعني. واضح؟ فده كده بتسيف تايم من ان انت بتعمل ريزرفيشن وبتقلل الكوليجن او بتاليمينيت الكوليجن خالص. طيب عند تايم تي 2 قلنا كل النوتس عرفت ايه ان اللي عمل ريزرفيشن خلص، وبالتالي يجو ثرو ايه انذر سايكل من ريزرفيشن او كونتنشن ستاتس. هنا نود 1 ونود 5 هتبعت هيبعتوا، فبالتالي عند التايم لو سمي ده 1 تي 3 عند التايم تي 3 كل النوتس عرفت مين النوتس اللي ايه هتبعت. وطبعا هاخدهم بايه بالترتيب برضك، نود 1 هتاخد الشانس بتاعتها ان هي تبعت، وبعد كده نود 5، وبعد ما يخلصوا يرجو ثرو انذر كونتنشن ستاتس وهكذا. طيب البروتوكول كوبريشن اعتقد واضح يعني. دكتور طيب انا لو عندي بصينا سؤال، بقى، نعم عندي سؤال بس اتفضل. عشان بس انا هم ازاي يعني بيعرفوا ان يعني ازاي كلهم بيعرفوا ان الكونتنشن سلوتس ما بتاخد فيها البيتس رقم كذا مثلا؟ هل انا بستنى بيريود معينة مثلا؟ يعني ايه كنت سالنا كونتنشن سلوت؟ سؤالك مش يعني معلش كرره تاني كده. مش الكونتنشن ده هو الوقت ما بين كل بعت والتاني؟ يعني من ببدا ابعت كل النودز تبعت، بعد كده تقف شويه، بعد كده بتبعت تاني صح؟ لما بتقف شويه هنا ما بين تايم تي 2 وتي 3 بيحصل سينكرونس ترانسميشن، ان في دي تايم سلوتس، يبقى كل النودز هنا مطلوب زي استراتيجي قالوها ان كل النودز لازم تبقى سينكرونايز مع بعض. فبالتالي لما يخلصوا مثلا سي ان دي 1 بيت فور اكزامبل، يعني لو في اول بيت الكل شايفها، بس اللي هيبعت 1 هنا النود اللي عايزه ايه اللي هيبعت 1 او 0 هي النود نمبر 0. فلو عندها ترافيك هتبعت 0، وبالتالي كل النص اللي على الباص هتشوفه. واخد بالك؟ تمام. يعني هم كلهم بيستنوا بحيث ان هم يعرفوا بترتيب البيتس اللي هتتبعت في الوقت الكونتنشن ده، يعرفوا مين اللي هيبعت لمين، او مش مين اللي هيبعت لمين، مين اللي هيبعت بشكل عام يعني. مين اللي هيبعت بالظبط؟ تمام. فقلنا مثلا ده، فهنا البروتوكول ده بيتطلب سينكرونايزيشن ما بين النوتس وبعضها، ماشي. وده يعتبر من الديس ادفانتج بتاعته زي ما شفنا كده في سلايد قالوها. سلايد قالوها بيريكوير سينكرونايزيشن ما بين النوتس وبعضها، لازم كلهم ايه ماشيين بنفس التايمنج يعني، خلاص. فده يعتبر من الديس ادفانتج بتاعته. يعني سينكرونايزيشن على ديستريبيوتد سيست كده محتاج ان انت كلوك اللي بتتاخد من الكومن باث ده عن طريق مثلا سينكرونايزيشن بالس او حاجه، زي ما مثلا يكون في فريم معين كل تايم معين بيتعمل مثلا سينكرونايزيشن ما بينهم. فبالتالي ده محتاج سينكرونايزيشن ما بين النودز كلها، ما ينفعش ان كل نود تبقى فري راننج بكلوك لوحدها. طيب فده يعتبر من الديسادفانتج بتاعته. طب طبعا الادفانتج اللي يعتبر الوحيد يعني، ولكنه ادفانتج يعني كويس، اللي هو مفيش كوليجن. بس قصاد كده في كذا ديتا ادفانتج من ضمنهم السينكرونايزيشن ده. حد يقدر يقول ديتا ادفانتج تاني؟ ان هو ادى بايوريتي لنود 1 عن نود 3 مثلا. ادى unnecessary priority، ان هو كده في ال ادى نود 0 priority عن نود 1 priority عن نود 2 وهكذا. ليه؟ لان هي لو اتنين جالهم نفس ترافيك في نفس الوقت، الوقت اللي بيستنوا فيه الترافيك فين؟ او ما بين التايم T1 و T2، ما بين التايم T1 و T2
النودس اللي عملت ريزرفيشن هنا هي اللي بتبعت، لكن اي ترافيك تاني هتيجي هتستنى، كل نود هتحتفظ بالترافيك اللي عايز تتباعد، مش هتبعت حاجه لسه. عندي تايم تي 2 يبداوا يعملوا ريزرفيشن، فقد يكون ان الترافيك بتاعت مثلا نود 5 جت هنا اهو قبل نود 1، بس مع ان نود 1 هي اللي ليها اللور نمبر يعني، فهي تبعت الاول. فكده في ان نيسسري بريورتي للترافيك نتيجه بس ايه الراندوم اوردرنج ده. طيب في عيب تاني ايه؟ هو ممكن يحصل حاجة مثلا زي الكلوك سكيوينج، إن أنا مثلا أنا شغال على نفس الكلوك بس برضو بيحصل ايرورز بسبب ريجسترز وكده. مش مدخلين الايفكت بتاع الايرور، ما انت هتدخل بتاع الايفكت بتاع الايرور، هتقول طب لو حصل ايرور مثلا في ال1 ده بقى زيرو، واخد بالك؟ دي نقطة تانية يعني، لو حصل ايرور في ال1 ده بقى زيرو، فبالتالي النوتس هنا هتشوف ايه؟ في بعض النوتس هتشوفها 1 وبعض النوتس هتشوفها زيرو، او كلهم هتشوفها زيرو يعني، وبالتالي هتبص هتلاقي ان في نوتس هتبدأ السينكرونايزيشن من هنا. فالايرور ده نقطة كمان غير اللي احنا بنقولهم ده. طيب في برضك هنا ديس ادفانتج السكيلابيلتي. السكيلابيلتي يعني احنا قلنا ال اول حاجه السينكرونايزيشن، محتاجه سينكرونايزيشن وبريورتي، انسري بريورتي، والسكيلابيلتي والايرور اللي انت قلت عليها برضك ايه، لو حصل ايرور طبعا هيعمل ميس الاينمنت للفريمز كلها. ايه السكيلابيلتي دي؟ ان السيستم لما يبقى سكيلابل معناه ان هو كان اوبريت حتى لو السايز بتاع او النمبر اوف نودز اتغير كبر او صغر، لكن هنا لو عندي 8 نودز يبقى كده الاستراكشر ده شغال. لو حصل ان في نود عاوز اضيف نودز اكتر في الحاله دي هعمل ايه؟ هيعمل ريستراكشرنج للفريم زي ما بدل ما تبقى مثلا من 0 ل 7 تبقى مثلا من 0 ل 16 او وات ايفر يعني. فهنا في تريد اوف ما بين ايه بقى؟ ان انا لو انا هعمل حسابي لعدد نوتس كتيره هخلي الكونتنشن سورس هنا كتيره، غير كده ان غير كده ان ممكن في بعض الكيسز ان انا عندي عدد نوتس قليله، فمثلا هعمل هنا 256 سلوتس بس مثلا عندي هنا 4 أو 5 نودز، فكده بوست تايم برضه. لو انا هعملهم قليلين زي دول 8، طب لو زاد مثلا ل 10 او 12 او 20 هضطر اعمل ريستراكشنج للفريم يعني. خلاص فالسكيلابيلتي هنا صعبه. الايرور في برضك حاجه يعني، هو في ديلي unnecessary ديلي، اي نعم صغير بس موجود، وهو ايه؟ وهو ان انا عندي الكونتنشن سورس هنا لو هستنى، سوري ثرو الداتا فريمز هنا، لو جت داتا مش هتتبعت هنا على طول، هضطر استنى اعمل ريزرفيشن. فدول مع انهم صغيرين وكل حاجه بس ستيل ايه بيمثلوا سام تايب اوف ديلي. طيب فعشان كده طبعا البروتوكول ده يعتبر ان هو يعني اي نعم كولجن فيه كل حاجه، ولكن البرفورمانس بتاعه ضعيف، وزي ما قلت لكم السكيلابيلتي دي جزء يعني فاكتور مهم في النتورك يعني، ان النتورك تكون سكيلبل. ما ينفعش اعمل بروتوكول يشتغل مثلا ل 8 نودز وعشان ازود عدد النودز دي لعدد اكبر اعمل ريستراكشرنج للفريم او للبروتوكولز يعني، يكون في اف كونديشن وكده يعني. في حد عنده اي سؤال؟ طيب دكتور لو سمحت، اتفضل. هو السينكرونايزيشن ده معناه ان مثلا نود 3 ما ينفعش يجي لها فريم تبعته ما بين T1 و T2 وبرده ما بين T2 و T3، علشان كده الفريم اللي هي عايز تبعته ما بين T1 و T2 ده هيضيع. فهي دي فكرة السينكرونايزيشن المفروض يتعمل؟ لا، كلمة سينكرونايزيشن عامة كلمة سينكرونايزيشن عامة هي التايمينج سينكرونايزيشن ما بين النوتس وبعضها. يعني ايه التايمينج سينكرونايزيشن؟ انا مثلا هنا عند تايم تي 1
ماشي، وزن التايم سلوت دي نود 0 هتبعت هنا 0 مثلا عشان ما عندهاش. خلاص طيب، عند تايم عند التايم سلوت بتاعت السلوت الثانيه نود 1 هي اللي هتبعت هنا ايه 1 عشان عندها. طيب يبقى انا التايمنج هنا ده المفروض يبقى موحد لكل النودز ولا لا؟ المفروض يبقوا synchronized مع بعض علشان بقى هو ده synchronization، ان هم التايمنج بينهم كلهم يكونوا كلهم as if they are running under the same clock. طب هو طبعا لو في نود الداتا ريت بتاعتها اعلى من الباقيين وعايزه تبعت يعني فريم في التايمنج بتاع الكونتنشن سلوت ده، هتعمله ريزرفيشن، وبرده في التايمنج بتاع الستاندنج اوف ذا اذر فريمز اللي هو يعني ما بين T1 و T2 ما بين T2 و T3، ده كده هيحصل ايه في الداتا بتاعت النود دي؟ علشان كده في مش هيتعمل له ريزرفيشن يعني. طيب بص، هو عامة ان في النتورك هنا ممكن على حسب النتورك انترفيس كارد ممكن يبقى فيه ديفرنت سبيدز. يعني انت عندك مثلا زي ما هناخد قدام شويه، ممكن النهارده الايثرنت كارد ممكن يشتغل عند 10 ميجا او 100 ميجا او 1 ميجا او 1 جيجا او 10 جيجا. خلاص، فبالتالي ممكن دون مثلا ان النود دي الانترفيس كارد بتاعها مثلا 10 ميجا وده 100 ميجا. خلاص، لما بتكون النودز كونكتد بالشكل ده بيعملوا يعني ما بين الترانسميتر والريسيفر في تبقى هاند شيكينج عشان يعرفوا السبيد الانسب للكل او للترانسميتر والريسيفر يعني. فبالتالي الاثنين هيشتغلوا بنفس السبيد. يعني ما ينفعش هنا ابعت مثلا ما ينفعش هنا ابعت 100 ميجا ونستنى 10 ميجا مثلا او العكس. تمام دكتور، شكرا. ماشي، طيب في بقى نقطة اللي انت برضك اثرتيها هي السايز بتاع ده، هل السايز بتاع الفريم زي قد بعض ولا ممكن يختلف؟ هي السايز هنا يختلف مش علشان السبيد بتاعت انترفيس اكبر او اقل من السبيد بتاع الانترفيس التاني، لا ممكن يكون الاماونت اوف داتا اللي هبعتها مش السايز بتاعها مش ثابت. يعني ممكن ابعت ده مثلا 1000 بايتس وده مثلا 2000 بايتس، هل ينفع كده ولا لا؟ هو تقريبا ممكن يبقى بينفع علشان زي ما حضرتك قلت الريسيفر والسندر هيعملوا اوبتمايزيشن للديتا ريت اللي محتاجينها على حسب الفريمز بتاعت النودز يعني اللي بتتباعت. هو طبعا ممكن ينفع بس اندر كونديشن، لو هما هيبعتوا نفس السايز فبالتالي انا عندي تايم تي 1 النودز الثمانيه دول هيستنوا تايم عشان يروحوا لتي 2، تايم معروف اللي هو ايه، في هنا ثلاثه هيبعتوا وكلهم نفس السايز الفريم ايه، لو النتورك شغاله بسايز واحد يعني لو 1000 بايتس، يبقى 1000 بايتس بناء على السبيد بتاع اللينك ده مثلا 10 ميجا او 100 ميجا، التايم ده هيبقى معروف، فيستنوا ثلاثه سلوتس من الكبار دول وبعدين يبداوا يعملوا سينكرونايزيشن تاني. ده لو السايز ايه قد بعض. يبقى بعد ما نود 1 تخلص هنا ممكن نود 3 تبدا بعدها على طول لان عارف التايم ده معروف. طب كان التايم ده بقى فاريبل يعني بتعتمد على السايز بتاع الداتا اللي هتتبعت. لو التايم ده فاريبل بقى في الحاله دي محتاج في الحته دي ما بين 1 و 2 في الداتا اعمل ليسننج، يعني كيب ليسننج هنا واسيب جاب هنا، لما اللاين يبقى ايدل ابدا ابعت 3، وبعدين تاني لما اللاين يبقى ايدل ابعت 7، ولما اللاين يبقى ايدل ابدا اعمل سينكرونايزيشن. فهو لو السايزز مختلفه هحتاج بس ان انا اعمل كيب ليسننج اول ذا تايم. طبعا مين اللي هيكيب ليسننج؟ النوتس كلها مش بس اللي هيبعته. ليه؟ لان هيجوا في وقت هيحتاجوا يعملوا كونتنشن سلوتس، فثرو كونتنشن سلوتس دول لازم يبداوا كلهم مع بعض. فبالتالي النود مثلا زي نود 5 ما عندهاش هنا ترافيك هتتبعت، ولكن السين ان هي تضطر تكيب ليسننج علشان لما اللاين يبقى ايدل مره والثانيه والثالثه يبقى هي ايه، هتعرف ان ده كده خلاص دخلت في البيريود بتاع ايه الكونتنشن سلوتس.
خلاص، فخلاصة الكلام هنا ان السورتس ممكن تبقى قد بعض، ويبقى معروف التايم بتاعهم قد ايه، وبالتالي النوتس هنا ما بين تايم تي 1 وتي 2 هتكون عارفين هيستنوا وقت قد ايه، او الوقت التايم فاريبل او الفريم سايز فاريبل يعني، فبتؤدي الى الترانسميشن تايم فاريبل. بس في الحاله دي محتاج ان انا اعمل ليسننج عشان اكونت ايه كام فريم اتباع، واقدر احدد الاكشن اللي هعمله. مثلا لو انا نوت 3 اول ما اللاين بيبقى ايدل ابعت انا بقى، لو نوت 7 لا اول ما اللاين يبقى ايدل مرتين ابعت، بقيه النوتس لما اللاين يبقى ايدل 3 مرات هيبدأ يعمل سينكرونايزيشن. سوري، يعملوا ريزرفيشن يعني اللي هي كونتينشن سلوتس يعني. دي ممكن تخلي لو تحب تكتبوا ده يعني داتا فريمز او داتا سلوتس. ماشي، في حد عنده يسأل تاني؟ دكتور، هو مش كده لو الفريم سايز قد بعض كده الموضوع يبقى اسرع ومش هضطر اعمل ليسننج؟ بس الموضوع يعني اصل الموضوع لو الفريم سايز فاريبل هيبقى امبراكتيكال قوي. لا، ما انت عندك الوها الفريم سايز فاريبل، وسيزما وسيزما سي دي الفريم سايز فاريبل. يعني انت مش عاوز اقول بالعكس يعني، ولكن هي بتعتمد على النتورك. ليه؟ لان انت كده يعني قصاد ان انت مش عاوز تخليهم يعملوا ليسننج، قصاد كده ان انت عاوز تخلي فريم سايز كونستانت. حتى لو واحد عنده داتا قليله هيعمل ايه؟ هيضطر يبعت دامي بيتس. تمام. طيب، فبالتالي في يعني في بص اقول لك حاجه، يعني في النتورك عامه في فرايتيز كتيره كلها بتعتمد على حسب الابلكيشن. يعني مثلا على حسب الابلكيشن يعني ايه؟ الابلكيشن مثلا لو هي مثلا سي فويس، الفويس ده الفريم سايز بيبقى صغير عشان ايه؟ الديلي ما يبقاش واضح يعني. مثلا بداونلود وابلود فايل كده الفريم سايز ممكن يبقى كبير، وبرضك ممكن يبقى صغير على حسب النتورك اللي انت ايه شغال عليها. لو الداتا ريت، لو الايرور عالي التشانل نويزي مثلا، ابعت داتا ريت قليل، سوري ابعت سايز قليل علشان اقلل البروبابيلتي في ايرور، فاهم بالك؟ فهي بتعتمد على الابلكيشن والنتورك انفايرمنت اللي انت شغال عليه. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. احنا يعني احنا في اول فرض قلناه في المحاضره اللي فاتت ان الالوها والسلوتد الوها والستزما وكده ان الفريم سايزز لازم تبقى قد بعض، تبقى قد التايم سلوت. هو ازاي هنا الفريم سايز هيبقى فاريبل؟ ولا بص، فاريبل ديت قصدك ان هي بتتغير من مكان لمكان؟ مكان ايه ومكان ايه؟ يعني قصدي تتغير من شبكه لشبكه، من حته لحته، بس لازم الفريم سايز يكون واحد. لا، ممكن يبقى خمسة، يبقى أربعة، يبقى ثلاثة. ماشي، ويز ذا سيم نتورك ممكن يكون كده او كده، بس اختلاف الالجوريزم اللي النوتس دي هتتبعه. لو هو الفريم سايز قد بعض يبقى خلاص هيكاونت مثلا 3 في السايز بتاع الفريم، يبقى كده. او مثلا لو قلنا ان ده هنا تي 1 اهو، وده هنا قلنا تي 2، وده هنا قلنا تي 3، ممكن يكونوا قد بعض او فاريبل. ماشي، لا بس لو في هم الاستوتد، بس في الالوها والاستوتد الالوها لازم يبقوا قد بعض. لا، ما انا هرجع لك للحته دي عشان انت قلتها مش مظبوط. فبالتالي هنا يعني دي خلاص وضحت ان هي فور ذا سيم نتورك سيت اب، ممكن الثلاث دول يبقوا قد بعض، وبالتالي الالجوريزم اللي هيتبعوه النوتس هنا ان مثلا لو في ثلاثه ريزرفيشن هيضربوا ثلاثه في التايم ده، وبالتالي هو ده هيبقى مين؟ بدايه التايم تي 2 او بدايه التشن ستس اللي هو تي 2. لو مش قد بعض يبقى الالجوريزم اللي هيتبعوه النوتس دي ان هو هيكيب ليسننج، ولما يبقى ايدل هو ده الفاصل ما بين الداتا فريمز والتانيه، فكل واحد هياخد الابروبريت اكشن بتاعه. زي ما قلنا هنا بعد ما تبقى ايدل مره واحده نوت 3 هتبعت، لكن بقيه النوتس هتكيب ليسننج وخلاص. ماشي، بعد ما يبقى ايدل مره كمان نوت 7 هتبعت، والباقي هيكيب ليسننج. بعد ما الايدل ستيت الثالثه هيبداوا يعملوا كونتينشن سلوتس. ماشي،
يبقى هو يعني ده موجود وده موجود، بس على حسب، او ينفع ينفع بس ده على حسب الالجوريزم اللي ايه اللي نص دي، او الحقيقه الالجوريزم اللي هتحط هنا هيبقى، او الكود يعني اللي هتحط هنا هيبقى بناء على الالجوريزم اللي هيستخدم او البروسيدرز دي. واضح؟ طيب واضح كده ولا لسه عندك سؤال علي؟ هو هنا واضحة، بس الألوها والاستوتد ألوها ديت لسه مش فاهمها. ايوه صيد الو، ارجع اوريك الرسمه اللي احنا عملناها. الرسمه اللي احنا عملناها قلنا لو تراجع المحاضره اللي فاتت هتبص هتلاقي ان احنا هنا عشان بنشرح اربع الجوريزمز، منهم واحد محتاج سينكرونايزيشن، فقلنا هنفترض عشان بس الشرح ده ان هو كل الفريمز قد بعض ماشي، ولكن لو ما عندناش هنا سلايد قالوها في المقارنه دي ما كانش لازم يبقوا كلهم قد بعض، يعني قالوها سيزما سي دي مش لازم يبقوا كلهم قد بعض. اللي اجبرنا بس او حفزنا هنا ان احنا ناخدهم كلهم قد بعض ان في سلايد قالوها معانا بنقارن الثلاثه مع بعض، لكن من جهه المبدا من غير سلايد قالوها السايز هنا ممكن تبقى مختلفه طبعا تمام. ماشي. وده فائدة الليسننج، يعني انت سيزما بيعمل ايه؟ كارير سنس مالتيبل اكسس بيسنس قبل ما يبعت خلاص، فلو هو السايز قد بعض هيسنس مثلا يلاقي ترافيك هيكون عارف هو يستنى قد ايه، او يقدر يبريدكت هو يستنى قد ايه بلاك، ولكن مش لازم في الثلاثة دول انما يكون قد بعض. واضح؟ طيب هل في حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل؟ يبقى كده خلصنا ايه فانكشن اسمها ميديا اكسس كنترول. ولو تفتكروا في اول الشابتر هنا، او حتى اول شابتر اللي فات اللي هو 3، قلنا ان احنا لاير 2 اتقسمت ما بين التو شابترز دول. احنا بنحاول بس نفولو التكست بوك علشان يبقى السيكونس ايه واضح للكل. شابتر 3 كان بيتكلم على لاير 2 فانكشنز ان جنرال، اللاير 2 فانكشنز كلها ان جنرال اكسبت ميديا اكسس كنترول. شابتر 4 بيتكلم بقى عن ميديا اكسس كنترول بالذات اللي احنا شفناها دي، بلس كيس ستادي منهم اللي هو كيس ستادي اللي هي الايثرنت. الايثرنت دي ككيس ستادي دي من اهم النتوركس يعني خلاص، ودي المستخدمة في البيت مثلا وفي اللاب، يعني في وفي مثلا الشركات مثلا في مثلا الفروع، الشركات مثلا فرع بنك او حاجة زي كده بيبقى كلهم بيزد على ايثرنت خلاص. فلما نتكلم على الايثرنت يبقى احنا بنتكلم على لايرز 1 و 2. دي لاير 1 ودي لاير 2 ماشي. لاير 2 متقسمه لتو سب لايرز. السب لاير اللي فوق اسمها ال ال سي، او اللي هي لوجيكال لينك كنترول، واللي تحتها اسمها ماك اللي هي ميديم اكسس كنترول. واللي تحت دي اللي هي الفيزيكال لاير. يبقى الداتا لينك اللي هنا متقسمه ايه لتو سب لايرز. اللوجيكال لينك كنترول دي كبروتوكولز مش هناخدها هنا خلاص، ولكن هنركز عليه مين بقى؟ هركز اللي هو الميديا اكسس كنترول اللي احنا خلصنا الميديا اكسس كنترول بتاعها، اللي هو قلنا هيستخدم ايثرنت ميديا اكسس كنترول سب لاير. دي هتستخدم كارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشن اللي هو سيزما سي دي ماشي. طيب والفيزيكال لاير، الفيزيكال لاير لما تيجي تتكلم عن الفيزيكال لاير هنتكلم على الايثرنت كيبلينج ازاي تتوصل، هي كومن باس هي الحاجه الوحيده ولا ايه؟ ومانشستر انكودينج. واضح؟
طيب طبعا في الميديا اكسس كنترول احنا اوريدي اتكلمنا على اكسبوننشال باينري باك اوف ان هو عشان يعمل ريترانسميشن ف عشان يعمل ريترانسميشن فبيسلكت راندوم نمبر وبالتالي النوتس اللي حصل منها كوليجن بتقدر يحصل لها ايه؟ ان هي كانها بيحصل لها تبقى ديستريبيوتد في التايم او سبريتد في التايم بحيث كل واحد على حسب الراندوم نمبر اللي هو عمل له جنريشن. طيب في اللاين بيرفورمانس دي مش هناخدها. اللاين بيرفورمانس اللي احنا اللي اتكلمنا عنه ان هو بس اليوتيلايزيشن على حسب، هرجع كده اوريكم بس عشان برضه متابعين، اليوتيلايزيشن اللي هو على اليمين ده خلاص، لو احنا عندنا مثلا فريم زي كده قد ايه استخدمت من الوقت كله ماشي، ده بس الايه اللي خدناه من ناحيه البرفورمانس، ولكن البرفورمانس ل ريليشن شيب مع اللود وحاجات زي كده فكبرفورمانس اناليسيس دي مش هناخدها. طيب هنتكلم برضك على الايثرنت سويتش، في طبعا هنعرف هنا ايه الفرق بين السويتش وراوتر، ايثرنت سويتش وهنعرف ايه الفرق بين السويتش والراوتر، وفي حاجة تانية اسمها هاب وجيت واي خلاص، فدول ايه هنعرف ايه الفرق ما بينهم. انواع الايثرنت بقى هو ده ايه اللوجيكال لينك كنترول اللي تحت اهي، دي مش قلنا مش هناخدها عشان بس ايه الامور تبقى واضحة، يبقى اللي احنا هناخده هنا الكوبلينج بتاع الايثرنت و البيرفورمانس مش هناخده، والميديا اكسس كنترول ده اوريدي خلصناه، وانواع الايثرنت اللي هي بتبدا ب اكتب هنا واحد ايثرنت ماشي، اتنين فاست ايثرنت، تلاتة جيجا بيت ايثرنت، وفي أربعة 10 جيجا بيت ايثرنت. طبعا الفروق ما بينهم هي اساسا السبيد، فالايثرنت بس ده اللي هي 10 ميجا بيتس بير سكند، فاست ايثرنت اللي هي 100 ميجا بيتس بير سكند، الجيجا بيت ايثرنت دي 1000 ميجا بيتس بير سكند اللي هي 1 ميجا سوري 1 جيجا، وال 10 جيجا دي اللي هي 10 جيجا بيتس بير سكند. طيب سؤال، هي الايثرنت الحدود بتاعتها ايه كاريا مثلا، يعني ممكن توصل بيها ايه يعني لغاية 100 متر؟ في حدود 100 متر، وحدة 100 متر دي هنفهمها هنا اللي هي 100 متر يعني ماشي. طيب فبالتالي هنا عندي دلوقتي الحدود بتاعتها 100 متر، فدي مثلا ممكن تكفر ايه؟ مثلا كمبيوترز واصلين في بيت مثلا، او في الكليه مثلا لاب من اللابس بتاعت الكليه زي الكمبيوتر لاب مثلا، تلاقي مثلا في 20 25 كمبيوتر واصلين مع بعض ممكن واصلين بايثرنت، ممكن فرع بنك مثلا في برضك عدد يعني يكون مثلا دور او دورين او كده يكون واصل بايثرنت برضك، انما لو كامبس كبير يعني مثلا لو الهيد كورتر بتاع بنك مثلا عباره عن مبنيين كبار جنب بعض، فبالحاله ده خارج السكوب او السايز بتاع الايثرنت خلاص، فالايثرنت هي في حدود زي ما زميلكم قال 100 متر، وهنعرف ال 100 متر دي جايه منين، وان هي هل هي يعني ده الرقم الوحيد ولا في ارقام تانية خلاص. ولكن لو بصينا من ناحيه السبيد بقى، هل احنا محتاجين كمبيوترز واصله ببعض المسافه صغيره، هل احنا محتاجين السبيدز دي فعلا يعني ولا يعني اول ما اتعملت 100 ميجا 10 ميجا ده كان السبيد يعتبر صغيره،
بعد كده 100 ميجا. ال 100 ميجا ده هو المستخدم يعني بقاله فترة، يعني انت حتى لو عندك كمبيوتر قديم مش هتلاقي 10 ميجا، هتلاقي 100 ميجا خلاص. طبعا الكمبيوترز الجديدة بتسبورت جيجا بيت ايثرنت اللي هي 1000 ميجا او 1 جيجا يعني. وفي بقى اللي هو اللي هو الاحدث يعني بتستخدم ايه 10 جيجا. يعني بتوصل مثلا ما بين حدود 100 متر مثلا للباور بانك او في البيت او في معمل في الكليه او حاجه كده. هل محتاجين فعلا 100 جيجا ولا لا؟ خلي بالك 100 جيجا دي مش ستورج، 100 جيجا دي سبيد للنتورك. يعني تقارنها مثلا في الدي اس ال، الدي اس ال عندك مثلا في البيت مثلا 30 ميجا او 4 ميجا وات ايفر يعني، دي بدل 30 4 ميجا، لا ده 30 10 جيجا، ده السبيد بتاع النتورك مش الاستورج. هل فعلا محتاجين ده ولا لا؟ ما أعتقدش يعني إنه ممكن يستخدم في مسافة صغيرة كده، يعني مش محتاجينه. هو في الاول ما كانش فيه احتياج، ولكن الاحتياج للريت الكبير ده ايه هو؟ هو احتياج للريت الكبير هو كم الانفورميشن اللي بتتباع خلاص. فلو احنا مثلا بصينا الانفورميشن اللي كانت بتتباع زمان كانت مثلا ايه، مثلا تكست فايل، مثلا صور مثلا بسكرين شوتس، مثلا كان HTML اللي هو مثلا ويب سايت مثلا بيبعت حاجه زي كده يعني، كان الداتا السايز بتاعها ايه صغير. لكن دلوقتي في بقى ايه، من اول ما دخلت المالتي ميديا وخصوصا الفيديو، فبالتالي اصبح ان احنا محتاجين ايه داتا ريت عالي. ليه؟ لان يعني ممكن وزن مثلا النتورك صغيره وكل حاجه، بس مثلا بيبقى في سيرفر في او داتا بيز يعني فيها مثلا كاميرات سيكيورتي مثلا بتسجل مثلا لمده كام يوم، وبتعمل سينكرونايزيشن او باك اب على سيرفر تاني موجود في نفس المبنى، بحيث لو هو سيرفر مثلا حصل فيه مشكله فبالتالي يبقى التاني ستاند باي. غير كده ان هو لو احنا مثلا بصينا حتى كاميرات السيكيورتي لوحدها، انت لو عندك مثلا مبنى كفرد بكاميرات سيكيورتي عشان تبقى متوصله كل كاميرات سيكيورتي بسيرفر، فانت بتبعت داتا ريت عالي يعني فيديو سيجنال داتا ريت عالي من كذا سورس. يعني لو عندك مثلا 10 20 30 فيديو كاميرا، فبالتالي الترافيك هنا ريت هيبقى عالي. ففعلا هو فعلا في احتياج دلوقتي، في احتياج دلوقتي ماشي، لكن قبل كده ما كانش في احتياج. على سنة الفايلز مثلا ايه الشيرد فايلز دي بتبقى تكست مثلا او اتش تي ام ال او غيره، فبالتالي السايز بتاعها بتبقى صغير يعني. طيب ف لو انت بصيت على الكمبيوتر بتاعك مثلا الايثرنت كارد بتاعه، هتلاقي رقم كده اللي هو 10/100 خلاص، او 10/100/1000 خلاص. دول اللي هنركز عليهم الثلاثه دول ماشي. ال 10 جيجا ايثرنت دي برضك ايه هعمل عليها اكس اهو، دي بتبقى مينلي فايبر، وبالتالي يعني احنا بس ايه عشان برضك الوقت هنركز على الثلاثه دول. فاحنا عندنا ممكن يكون ايثرنت كارد 10/100 معناها ان هو يشتغل على 10 ميجا بتس بير سكند، وبيشتغل على 100 ميجا بتس بير سكند. فزي ما شرحنا هنا، لو عندك انترفيس كارد هنا بسبيدز مختلفه هيحصل نيجوشيشن في الاول، وبيختاروا السبيد اللي هي مناسبه للكل. فلو ده مثلا 10 ميجا ودون 10/100 يبقى هيشتغلوا مع بعض 10، لو دون 10/100 وده 10/100 كلهم 10/100 هيشتغلوا مع بعض 100 اللي هو الاحسن يعني خلاص. ولكن لو هو ليميتد، لو حد من ليميتد منهم ل 10 بس، فبالتالي هيشتغلوا الاقل. لو مثلا في مجموعه منهم 10/100 ومجموعه 10/100/1000 معناها ان مجموعه بتشتغل لغايه 100 ميجا ومجموعه تشتغل لغايه 1 جيجا، هيشتغلوا 100 ميجا
لو كلهم لغاية 1 جيجا هيشتغل كلهم 1 جيجا، واضح؟ فالكلام ده بيحصل ايه اوتوماتيك، مجرد النوتس تتوصل مع بعض بيحصل النيجوشيشن ده. طيب هنشوف دلوقتي بقى الانواع الكيبلز والحاجات دي في الثلاث انواع دول. فهنا عندنا الايثرنت، الايثرنت هنا على طول يعني تكنيكالي لما تقول ايثرنت بقصد 10 ميجا، ماشي؟ طيب ففي هنا انواع الكيبلز تحت اهو، انواع الكيبلز في ثيك كوأكسل وفي ثين كوأكسل وفي تويستد بير وفي فايبر اوبتكس. الثيك كوأكسل ده خلينا في الثين كوأكسل الاول اللي هو الثاني. الثين كوأكسل ده اللي هو الكوأكسل كيبل اللي انت فاميليار بيه، بتشوفه في حتت كتيرة، من ضمنها الكيبل ما بين الدش والساتلايت ريسيفر، اللي هو ما بين الدش والساتلايت ريسيفر ده ثين كوأكسل، واللي هو برضك بتستخدمه في اللاب مثلا، اللي هو البروب بتاع الفانكشن جنريتور او البروب بتاع الاسلسكوب ده ثين كوأكسل، خلاص؟ وده انت خدته في التوتوريال يعني. الثيك كوأكسل بقى ده حاجة قديمة، فبالتالي ايه مش هنتكلم عنها كتير، ولكن هو كان كوأكسل السمك بتاعه تخين فعلا، وكان عشان اعمل كونكشن محتاج حاجة اسمها ترانسيفر زي ما هنشوف دلوقتي، خلاص؟ ده كان ممكن يمشي لغاية 500 متر. هنا بقى الايه ال 100 متر اللي احنا بنقول عليها اهي، شايف ال 100 متر دي اللي زميلك قال عليها من شوية اهو، دي بقى الموست كومن. فعشان كده اي حد يقول لك ايثرنت 100 متر، لا هي مش ايثرنت اي حاجه ايثرنت 100 متر، لا على حسب ايه التوبولوجي بتاعتها والكيبلز. فالكيبل هنا لو ثيك اكسل ممكن يوصل لغايه 500 متر، ولو ثينك اكسل يوصل ل 185 متر، ولو تويستد بير هيوصل لغايه 100 متر. ده اهم طبعا رقم، لان هو يعني ده الدارج يعني. لو فايبر بقى ممكن يوصل ل 200 متر، سوري ل 2 كيلو. هنا بيختلف بقى على عدد ايه، عدد النوتس لكل سيجمنت. يعني من شويه قلت لكم ايه، يعني احنا مثلا لو في لاب في مثلا 20 30 كمبيوتر، طب هل 20 30 كمبيوتر ده كتير ولا قليل؟ اهو هنا يحدد كام نود، انكلودنج طبعا اللاب سوري انكلودنج الكمبيوترز والسويتش بورت، الكونكشن للسويتش والكونكشن للراوتر، كل ده ايه انكلودد في العدد ده. طيب في كده نوتيشن كده بيستخدم، اللي هو 10 بيس 5 و10 بيس 2 و10 بيس تي و10 بيس اف. كلمة 10 دي اللي هي 10 ميجا، كلمة 10 دي معناها على طول ان هي ايه 10 ميجا. ده لو انت بصيت على سوري لو انت بصيت على كيبل هتلاقي عليه كود معين، في وسط الكود هتلاقي الكلمة دي 10 بيس 2. الكود طبعا بيدل على حاجات خاصة بالشركة وكده، ولكن وحاجات خاصة بالمواصفات بتاعت الكيبل، من ضمنها دي اللي هي 10 ده 10 ميجا بيتس بير سكند. يبقى لما نروح للفاست ايثرنت هتلاقي كود زيه بس بيبدأ ب 100 بيس تي وهكذا. الارقام اللي هنا دي 5 و2 وتي واف دي بتدل على نوع الكيبل، اللي هو الثيك اكسل 5 والثينك اكسل 2 وتويستد بير تي والفايبر اوبتكس كابتل سوري اف. واضح؟ في حد عنده سؤال لغايه كده؟ طيب دي الكومن كيبلز بتاعت الايثرنت. اتفضل. معلش انا برضو مش فاهم ايه النود بير سيجمنت، يعني ايه مدلولها؟ هل مثلا كام جهاز نقدر نوصله في المسافه دي؟ هنشوفها دلوقتي. انت عندك هنا دون يعني لما تيجي هرجع لك تاني واقول لك عليها ايه هي الاكسبلور سيجمنت. ده الترانسيفر، ده طبعا الثيك كوأكسل اهو 10 بس 5 اللي هو الثيك كوأكسل، وبالتالي بنحتاج ترانسيفر، وده ايه قديم فمش ايه يعني مش مهم بالنسبه لنا قوي. برضك ده قديم يعتبر، بس
السيكو اكسل ادم بكتير اللي هو الثين كوكسل اهو ده زي كوكسل كيبل اللي هو جاي من الدش زي ما قلنا للريسيفر. فانتوا هل في اللاب شفتوا التي كونكتور؟ لاب تي كونكتور هو بيبقى كونكتور عامل كده على شكل حرف تي ماشي، وبتوصل بقى هنا مثلا بي ان سي هنا اهي ده كده كيبل مثلا رايح لايه وده كده مثلا ساعات بيستخدموها في ال عشان لما اخد سيجنال من فانكشن جنريتور بكون عاوز اشوفها على التلسكوب وفي نفس الوقت اوصلها بالبورد. يوصل ده بالفانكشن جنريتور ويوصل هنا كيبل رايح للتلسكوب وهنا كيبل رايح للبورد عشان بس ايه كانه سبليتر يعني. فهنا في النتورك طبعا بيبقى كونكشن بالشكل ده، فده عبارة عن كونكتور ما فيهوش أي حاجة ريتد ل لير 2، كان ما فهمش ادرس ما فهمش لير 2 ادرس، ده هو فيزيكال لير بس، فده عبارة عن كونكشن بس خلاص. في بقى ديفايس تاني اللي هو اسمه هاب. لو أنا عندي تويستد بير اللي هو ده التويستد بير، فبالتالي بيكون محتاج له ايه هاب بالشكل ده عشان اوصلهم ببعض مش مجرد كونكتور كده. واضح؟ دكتور اوضح لك بس الهاب بيعمل ايه لانه مهم تكون فاهمه. اصل انا عندي سؤال ليه علاقه بالهاب ده. ايه هو؟ يعني مثلا في الراوتر في لان 1 لان 2 لان 3 لان 4، هل هو الراوتر بياكت كهب بالكوكشن بالكيبلز اللي انا مدخلها تويستد بيرز اللي انا مدخلها؟ هو مين الليفل بتاعه اعلى الهب ولا الراوتر؟ اي دونت نو. ايه ما هو الهب ده فيزيكال لاير، الراوتر بقى بيفهم الثلاثه فيزيكال لاير وداتا لينك لاير. ده فيزيكال لاير هنفهم احنا الفروق ما بينهم، بس فور ذا تايم بينج الهاب هو فيزيكال لاير. بيعمل ايه الهاب ده؟ دلوقتي انا لما يكون عندي، انا هشرح هنا ايه الهاب بيعمل ايه ماشي. دلوقتي لما يكون في عندي مثلا عاوز ابعت باي دايركشنال ترافيك مثلا من A ل B خلاص، فلو انا ببعت من A ل B المفروض اهو الكيبل اللي هيتوصل يعني في كام واير، لو عاوز ابعت من A ل B ومن B ل A محتاج كام واير؟ أربعة بالظبط، محتاج أربعة. فهنا عندي السورس اهو وادي الديستنيشن بيعتبر كأنه لود يعني ماشي، ده كده الترانسميشن في الدايركشن ده، والترانسميشن في الدايركشن التاني كأن السورس هو عند ال B وادي اللود هنا اهو ناحيه ال A. طيب يبقى انا محتاج 4 وايرز عشان ابعت باي دايركشن ترافيك، لو 1 دايركشن ببعت ايه محتاج 2 وايرز بس. ليه بقى 2 وايرز و4 وايرز؟ لان دون طبعا الكتريكال كرنت فلازم يمشي جوه لوب هنا وهنا ايه او يمشي جوه لوب، فمحتاج 4 وايرز عشان ابعت باي دايركشن ترافيك. طيب لو حصل ممكن ان انا اخد حاجه كومن منهم، الجراوند هو الوحيد اللي ممكن اخد كومن، فيبقوا 3 و4 بس هم بيستخدموا 4. طيب لو انا عندي بقى ايه نود ثالثه، ركز في الحته دي بقى، نود ثالثه هنا سي، نود سي عاوز اوصلها معاهم، اوصلها ازاي؟ تعال نشوف كده البنز اللي عندك
البنز اللي عندك هتلاقي فيه هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. التمانية دول هما الإيثرنت كيبل فيه تمانية وايرز، مش أربعة، مش اتنين أو أربعة، لا الإيثرنت كيبل فيه تمانية. فتعالى نشوف التمانية دول المفروض نوصلهم إزاي علشان نوصل اتنين ديفايسز ببعض. طيب فبالتالي لو أنا قلت أول نود دي مثلا الاتنين دول، لو قلت إن الاتنين دول يمثلوا الاتنين دول أهو ماشي. طيب لما اوصلهم من الناحية التانية اوصلهم بالاتنين دول تفتكر ولا باتنين تانيين؟ المفروض اوصلهم عكس بعض عشان تي اكس وار اكس. اه بالظبط. يبقى انا محتاج هنا الاتنين نوتس دول، هقول مثلا ده ترانسميتر اهو عشان افرق ما بينهم، هقول ده ترانسميتر 1 وده ترانسميتر 2، وهنا ده هقول ده ريسيفر 1 ار اكس 1 وده ار اكس 2 ماشي. وبالتالي لو قلت ده ترانسميتر 1 وده ترانسميتر 2، الناحيه الثانيه اكيد اول واحد ده هيبقى ترانسميتر 1 وترانسميتر 2 خلاص. يبقى المفروض الريسيفر يبقى 2 بينز ثانيين، فهم اختاروا بين نمبر 3 وبين نمبر 6 اهو في الاثنين ار اكس 1 وده ار اكس 2. وبالتالي لما اوصل هنا انت موصل ايه ترانسميتر 1 بريسيفر ايه 1 او ترانسميتر 1 بريسيفر 1، يبقى هنا يبقى 1 ب 3 وترانسميتر 2 بريسيفر 2 اهو يبقى 1 2 ب 6. يبقى الاقي الكونكشن بتاعتهم عامله كده من 1 ل 3 ومن 2 ل 6 ماشي. طبعا الناحيه الثانيه هتبقى العكس من 1 ل 3 من 1 ل 3 ومن 2 ل 6 ماشي. لو تلاحظ كده ركز في الشكل ده هتبص هتلاقي ان 1 و 3 يتبدلوا مع بعض. بص 1 و 3 يتبدلوا مع بعض و 2 و 6 يتبدلوا مع بعض، عشان كده ده اسمه كروس اوفر كونكشن، اسمها كروس اوفر، ان هما الاثنين كروس اهو 1 و 3 كروس اهو و 2 6 كروس هنا ماشي. فده اسمها ايه كروس اوفر كونكشن. فانا محتاج اربعه ايه وايرز بس. طب لو انا بقى عاوز اوصل النود الثالثه سي، اهي نود سي اهي نود سي اهي، عاوز اوصلها بيهم، اوصلها بأني واحد؟ المفروض الترانسميتر 1 اهو مثلا وترانسميتر 2، خد دول بس. لو وصلت ترانسميتر 1 هوصله هنا بريسيفر ايه 1 واوصله هنا بريسيفر 2 صح، واوصل ترانسميتر 2 بريسيفر 1 واوصله بايه بريسيفر 2 ايه اللي حصل بقى؟ هتبص هنا هتلاقي ان انت كأنك وصلت، بص امشي معايا كده اعملها بالاصفر، امشي معايا على الكونكشن دي هنا من ريسيفر من ترانسميتر 1 اهو ل ريسيفر 1 ل كل دول بوينت واحده صح؟ كأننا وصلنا ايه بقى؟ عشان نوصل النود الثالثة دي هتلاقي كأنك وصلت ترانسميتر 1 كمان بترانسميتر 1 هنا، مش وصلت يعني كأنك وصلت ده بده. طبعا هو ده غلط، ما ينفعش اوصل الاثنين ترانسميتر مع بعض. وكأنك برضك وصلت الريسيفر 1 هنا والريسيفر 2 مع بعض يعني بترانسميتر 1
فبالتالي هتبص هتلاقي يعني انت هنا لخبطت ايه، لخبطت الكونكشن. فالكلام ده من كده النود التالتة دي اللي احنا وصلناها مش هينفع تتوصل بالطريقة دي، لكن الاتنين نودز اه دول ممكن يتوصلوا مع بعض كده لو هما اتنين نودز بس. طب لو عندي اكتر من اتنين نودز اعمل ايه؟ استخدم ديفايس اسمه هاب، استخدم الهاب. اهي دي ادي ايه ودي بي، احط هنا ايه اهو، واحط هنا ايه بي، واحط هنا ايه سي. يبقى الهاب ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل البروسيس بتاعت الكروس كونكت دي. خلاص ليه بيعمل البروسيس بتاعت الكروس كونكت؟ عشان يحل المشكلة دي. يبقى انت بتوصل هنا كيبل اسمه ستريت كيبل. اه دور مثلا نود ايه، وفي الحالة دي احط هنا بقى الهاب. الهاب بقى بيبقى ستريت كيبل 1 2 3 4 ادي التمانية بينز بتوع ايه، بتوع البورت بتاعت الهاب، والبورت بتاعت ايه النود ايه. فده كده بيوصل 1 ب 1 1 ب 1 و 2 ب 2 و 3 ب 3 و 6 ب 6. ده اسمه كده ستريت ايه كيبل، وده معظم الكيبلز او كلها يعني اللي انت بتستخدمها ستريت كيبل. عاوز يعرف تعرف بطريقة بسيطة. حد يعرف تعرف ازاي ان هو ستريت ولا كروس اوفر لو عندك ايثرنت كيبل، اللي هم الناس خدوا كورس قبل كده سي سي ان اي او حاجة؟ لو الوصلات اللي خارجة من السيركل جوه الجاك مش متبدلة، يعني مثلا الأربعة الأخرانيين مش جايين قدام أو حاجة زي كده، يعني كلهم داخلين في السلك في الجاك بتاعهم اللي هو الار جي كونكتور ده، اه كلهم ده كده تمانين اسمه ستريت ار جي ايه ده؟ ار جي 45. اه ايه ار جي ايه اسمهم، اس كونكشن دي اسمها ار جي ايه، ار جي 45 ار جي 45 دي او 45 دون الكونكتور او الهيد يعني او الراس اللي انت بتستخدمها للايثرنت كيبل اسمها ار جي 45 دي، فيها 8 بينز ماشي. في تانية حاجة تانية اسمها ار جي 11 دي اللي انت بتستخدمها لمين؟ بتستخدمها للتليفون، فيها اربعة بينز بس ماشي او اتنين يعني. الار جي ار جي 11 فيها اتنين خلاص، ار جي 45 فيها التمانية بينز دول. الوايرز دي يعني الايثرنت كيبل لو بصيت عليه من جوه هتلاقي فيه كلر كود، هتلاقي ان في اربع الوان منهم في سوليد يعني كله بلون واحد مثلا بني، وفي بني ابيض خلاص، وفي اورنج واورنج وايت وريد وريد وايت وبلو بلو وايت. فانت عندك اربع الوان بس متقسمين ايه لاربعه جروبس او اربعه بيرز يعني. البراون في منه براون وبراون وايت، الاثنين بيبقى توستد مع بعض يعني. الثمانية وايرز دول بيبقى كلهم توستد مع بعض، كل اتنين توستد مع بعض على حسب الكلر بتاعهم. فانت لو بصيت على، لو عندك ايثرنت كيبل بص على الهيد بتاعته اللي هي الراس اللي هي الشفافه دي، وبص على الالوان في الطرفين هتلاقي تقريبا، هتلاقي الالوان ماشيه مع بعض. لو لقيت الالوان ماشيه مع بعض يعني مثلا هنا ده طبعا الكيبل اهو، هتلاقي هنا مثلا وايت سوري براون مثلا، هتلاقي هنا براون، هنا مثلا بلو هتلاقي هنا بلو، وهكذا. هتلاقي ان هو كونكتد ايه بالطريقه دي، ده ستريت كيبل. يجي بقى الهاب ده اهو بيعمل ايه بقى، بيعمل الفانكشن بتاعه الكروس اوفر. فهو فيزيكال لاير ديفايس ما بيفهمش ماك ادرس، مثلا بيجي له من نود ايه، هيبعته لنود سي ونود ايه، وعلى فكره برضك ونود نود سي ونود بي، ويبعته برضك لنود ايه لانه بيبعت برودكاست كله.
اللي بيجي له من اي نود بيقوم بعته على ايه؟ على النودس كلها. ازاي بيبعته على النودس كلها؟ هو عنده كل جوه هنا كل الريسيفرز واصلين بايه؟ باوتبوت واحد. خلاص، فاللي بيجي له من اي انبوت بيبعته على الاوتبوت بتاع ايه؟ الريسيفرز كلهم. خلاص؟ فده كده ولا كومن بس؟ اسال كده حد من اللي موجود. احمد اسامه، احمد اسامه، طيب هدير، دكتور احمد اسامه ماشي في الشات مش شغال. ماشي هدير، ريم محمد، او شايف كده المايك والسبيكر فيه مشكله الاثنين ولا ايه؟ دكتور يوسف حضرتك الأمير، تقول لنا سؤال تاني؟ السؤال هنا ال 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 الهاب هنا بيعمل ايه؟ ما هو مش حضرتك قلت ان هو بيبقى مثلا داخل له من نود A مثلا لو بعتت، فهي بتبعت نفس الداتا ل C و B بنفس، هي نفس الداتا؟ طيب فانت عندك هنا ال RJ45 زي ما قلنا ان هو ده الكيبل، بيبقى عندنا في ستريت كيبل اهو وفي كروس اوفر كيبل. فالهاب هنا بيمبلمنت الفانكشن بتاعت الكروس اوفر، ان هو اللي جاي له من انبوت معين بيبعته برودكاست ايه للكل كفيزيكال لاير، ما بيفهمش داتا لينك لاير اللي جاي له من انبوت بايه، بيروح للانبوتس كلها. فالسؤال هنا الهاب ده يعتبر ككونكتيفيتي كومن باس ولا ستار؟ دكتور هو كفيزيكال ممكن كستار، انما كلوجيكال ككومن باس. بالظبط كده، هو الهاب ده الاوبريشن بتاعه اللوجيكال اوبريشن، ان اللي بيجي له من اي انبوت بيبعته للكل، يعني السيجنال اللي خارجه من ايه هتوصل للكل. وده يعني بيحصل فين؟ في الكومن بيحصل زي ما شفنا هنا في الكومن باس، اللي بيتبعت من اي نود بيوصل للنودز الثانيه كلها، لان مفيش هنا ايه ترمينيشن للسيجنال يعني. فهو كلوجيكال اوبريشن هو كومن ايه؟ كومن باس، ولكن ككونكتيفيتي هو ستار. خلاص، كل النص واصله بيه، وبالتالي البوينت فيلير لو حصل فيلير كل النص دي انفصلت عن بعض. طيب دكتور لو سمحت، في بقى بس طالما اتكلمنا على الكونكتيفيتي او انواع الكيبلز، يعني في بقى رول اوفر كيبل. رول اوفر كيبل، حد يتوقع رول اوفر كيبل ده بيعمل ايه؟ يعني الوايرز فيه بتبقى عامل ازاي؟ تبقى كروس دو اوفر. نعم، بتبقى كروس دو اوفر زي ما كنا عاملين بين الاي والبي، عشان انا ببعت من حاجه لحاجه. ما يعني ما الفرق بين كروس اوفر ورول اوفر؟ لا يعني انا حاسس ان واحد بيوصل سويتش واحد بيوصل لراوتر تاني. ده برسم كده هتلاقي ايه؟ 1 كونكتد تو 8 و2 كونكتد تو 7 و3 كونكتد تو 6. فده رول اوفر كيبل.
الثمانية وايرز بيكونوا كونكتد مع بعض بس الترتيب عكسي، يعني واحد كونكتد بايه؟ بايه؟ وهكذا. فبالتالي اللي هو يعني كونكتد بالكاونت كده ومن الناحية التانية بالكاونت كده. فلو انت مثلا بصيت على الوايرز بتاعت على الهيد هنا هتلاقي مثلا هنا براون، مثلا هتلاقي براون هنا، خلاص؟ طيب ده بيستخدم يعني الكونفيجريشن بتاع الراوتر بتوصله بحاجه اسمها كونسول بورت، وتوصله باللابتوب بايه، بتعمل كونفيجريشن الراوتر يعني. ده الثريد كيبل، ده بتوصل ما بين ايه بقى، الرول اوفر ده ما بين كمبيوتر وكمبيوتر، او ما بين راوتر وراوتر، ما بين يعني كمبيوتر وراوتر او كمبيوتر وهاب، خلاص بيتوصل الثريد كيبل. ليه بقى؟ لان انت مثلا شركات الكمبيوترز كلها بدل ما نخلي شويه منهم تعمل مثلا الترانسميتر هو اول واحده والتانيين يعملوا ترانسميتر الريسيفر هو اول واحده، لا، فهو الكمبيوتر الستاندرد بتاع مثلا الايثرنت بورت في الكمبيوترز كلها بتبقى واحد، ما ينفعش تطلعهم بالستريت كيبل، فبيحصل لهم كروسنج. خلاص لو وصل بقى راوتر ب راوتر او هاب بكمبيوتر مثلا، هيبقى الديزاين يعمل حسابه مثلا ان دون ده ترانسميتر 1 وده ترانسميتر 2، يبقى ده ريسيفر 1 وده ريسيفر 2 وهكذا. طيب في بس نقطتين هنا عاوز اقولهم قبل ما افتح باب الاسئله هنا، ان من فتره مش قليله اللي في حاجه اسمها اوتو ديتكشن، ان النوتس دي مش لازم بقى يعني اور اباوت نوع الكيبل ان كان كروس اوفر ولا ستريت، عشان كده معظم الكيبلز بتلاقيها ستريت يعني. والنوتس دي او البورت نفسها بتادبت الانبوت والاوتبوت بيزد على الكيبل اللي توصل، يعني انت ممكن لو وصلت كمبيوتر بستريت كيبل ده ده ما كانش ينفع، لكن دلوقتي ينفع، ان انا هو بيديتكت فين التشيك مع بعض وبيحددوا مين الترانسميتر والريسيفر وكوميونيكيت عادي بقى، بدل ما يبقى يعني الاوردر دون ثابت، لا ممكن يتغير. ليه؟ لان هو ده يعني ممكن السوفت وير يتغير يعني. فعشان كده الكلام ده برضك مش حديث قوي، بس يعني مش قديم قوي، ولكن في ايه دلوقتي بيحصل اثناء النيجوشيشن ممكن يحددوا مين الترانسميتر ومين الريسيفر. طب دي نقطة. النقطة التانية هنا ان ال ان الهاب ده من زي ما قلنا الفانكشن بتاعته، اول حاجة ان هو بيعمل الكروس اوفر بروسيس، وان هو يعني ما بيعملش ايرور كوركشن. لو حصل ايرور اثناء الترانسميشن هنا ما بيعملش ايرور كوركشن، وممكن يحصل كوليجن. ليه؟ لان هو في الحته دي كلها كانها كومن باس وشايفين بعض، فممكن يحصل كوليجن، خلاص. فهو في كده وصف للهب ان هو يقول لك جاربج ان جاربج اوت، يعني اللي جه بايرور هيبعته بايرور برضك ويعمل له برودكاست، خلاص. فمش الفانكشن بتاعته ان هو يعمل البروسيس اللي اسمها ايه بقى، سويتشنج، وده هنشوفها كمان شوية، ان السويتش ممكن الترافيك اللي جاية من ايه وراح على سي مثلا يبعتها لسي بس، هو ده سويتشنج. سويتشنج، لكن الهاب هو جاربج ان جاربج اوت، كأنه بس كأوبريشن زي ما انتم قلتوا، ماشي. طيب في نقطة أخيرة بس، ان هو لو بصيت هنا الكيبل ده، الكيبل ده المفروض فيه كام واير؟ ثمانية. ثمانية اللي هو الإيثرنت كيبل فيه ثمانية، أنا مستخدم أربعة، بقية الأربعة التانيين موقفهم إيه؟ acknowledgement مثلا؟ لا، بقية الأربعة التانيين باور. ممكن يستخدموا للباور بالظبط كده. يعني أنت ساعات بتلاقي أكسس بوينت موجودة مثلا في الطرقة بتاعت الكلية أو في مكان ما، تلاقيها أكسس بوينت محطوطة ووصل لها إيثرنت كيبل بس،
وكذلك مثلا كاميرات السكيورتي، كاميرات السكيورتي ساعات بتلاقي الاي بي كاميرا وصل لها ايثرنت كيبل بس مش وصل لها باور. فاللي بيحصل ايه بقى، ان بيستفيدوا بالاربعه بنز اللي هم مش مستخدمين، يبعتوا عليها الباور دي يعني دي سي فولتج، او كانها بتوصل ادابتور عند مثلا الراوتر او جنبه، وبعد كده عن طريق سبليتر بيقدر بيجمع التو وايرز جايين من الباور مع الاربعه وايرز اللي هم بتوع الايثرنت، بتجمعهم يبقى عندك 6 وايرز مستخدمين. ماشي، دي اسمها باور اوفر ايثرنت. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن استخدمها ليها، يعني في هنا ايه باور اوفر ايثرنت، ساعات مثلا انت لو مثلا في مكتب في شركه او كده، بتلاقي جاي لك ايثرنت كيبل بس وبيغطي التليفون والانترنت اكسس، فممكن ان هو التليفون نفسه محتاج تو وايرز، فبالتالي ممكن ياخدوا تو وايرز من دول عن طريق سبليتر عند الراوتر وسبليتر عند المكتب يعني، او اللي بيسموه كيوب. وبعد كده عند المكتب بعد ما تفصلهم تاخد الاربع وايرز للنتورك كونكشن مثلا اللابتوب، وبتاخد الاثنين وايرز التانيين للتليفون. طبعا الكلام ده يعني تكنيكال الوايرنج والكلام ده، ممكن اليوزر العادي ما ياخدش باله منه يعني، هو بس مثلا، لكن المفروض احنا ككوميونيكيشن انجينير نكون عارفين ان هو ايه اللي حصل يعني. ده يعني تلاقي المكتب مثلا داخل له ايثرنت كيبل بس، وفي تليفون وفي انترنت، وممكن تلاقي فيه كمان كاميرا سكيورتي يعني الـ هنا الـ ممكن ان هو تستخدمه لباور ايثرنت او للتليفون. في حد عنده يسأل؟ دكتور لو سمحت، اتفضل. هو انا يعني انا مش متخيله قوي ازاي البي والسي هيبقوا متوصلين مع الاي بالهاب كونكشن يعني، ومش عارفه بالظبط هو احنا ليه عملناها بس فور وايرز وفي الكيبل اللي عملناها ايه. هو بصراحه انا مش متخيله قوي الكيبل كونكشن يعني. طيب هو هنا في كروس اوفر انا فاهمه ان احنا كده وصلنا ترانسميتر A بترانسميتر C يعني، وكلهم عملوا كلوز لوب كده مع بعض، وده غلط. بالظبط. ولو كملنا الفكره الترانسميتر الثاني، بس هتلاقي في حاجات عملت شورت سيركت كمان، احنا عملنا واحد بس. تمام. اي لو سوري لو عملت ريسيفر، لو عملت ريسيفر هنا هتلاقي ان في حاجات عملت شورت سيركت كمان. ماشي. طيب عشان يحل المشكله دي، فالهب هو ديفايس بيعمل ايه بقى؟ انت عندك هنا ده الهب اهو، ماشي، وده هنا مين؟ ده كمبيوتر من الكمبيوترز يعني. فده ترانسميتر واصل بالريسيفر هنا، ماشي. النود الثانيه مثلا بي هتكون موصله بورت ثانيه غير دي، فليها انبوت ثانيه غير ده. نود سي هيكون لها انبوت ثانيه غير ده. طب كاوتبوت بقى داون في البورت دي 3 و4 3 و6 واصلين بايه؟ بنود A، ماشي، وبورت ثانيه 3 و6 واصلين برضك ببي، وبورت ثالثه 3 و6 واصلين بسي. فممكن يوصل 3 كلهم ببعض و6 كلهم ببعض، فبالتالي اللي يجي له من هنا يخرج على ايه؟ يخرج على 3 للكل، يعني يخرج على 3 و6 للكل. فبالتالي هو بيعمل البروسيس بتاعت الكروس كونكت. ليه؟ لان في لوجيك سيركت هنا، يعني هنا في الكترونيك سيركت، ده في فيزيكال لاير الكترونيك سيركت ممكن تعمل الكلام ده. وده بس هو مش كده، هنبقى وصلنا الريسيفر بتاع ايه برضه الريسيفر بتاع بي و سي يعني. المفروض كنا بنوصل ترانسميتر بريسيفر، لو احنا وصلنا 3 و6 لاي وبي وسي كلهم مع بعض ثرو هابس، فكده نبقى وصلنا الريسيفرز كلها ببعض.
ماشي مفيش مشكلة، ما احنا كده كده الريسيفرز كلها واصلة ببعض، ولكن مش عايزين الترانسميترز تتوصل ببعض. بس كده لما ابعت مثلا من ترانسميتر A، ما هي مش هتوصل عند ريسيفر B يعني، فانا مش متخيله ازاي بقى. اه يعني مثلا الهب اهو ماشي، ده 1 A B C وهكذا، ده ترانسميتر. اه كل واحد واصل بايه؟ باتنين وايرز اهو ماشي. الاب بقى 2 وايرز اهو، ده كده اهو. خليني معلش اعملهم بلونين مختلفين. ده هنا واير اهو واصل هنا وادي الواير التاني اهو. هنا بقى واصل بمين؟ واصل بالنوتس اللي هي ده الريسيفر بتاع الايه، وده البي ريسيفر اهو، وده السي ريسيفر. هو عمل ايه كانبوت؟ فاصل الترانسميترز عن بعض ماشي، ويجمعهم مع بعض بميكسر او بحاجه، وبعد كده يخرجهم على نفس الايه التوايرز بتوع الريسيفر بتاع الكل ماشي. ايه تمام، انا فهمت الرسمة دي، بس ما كنتش متخيلها في الرسمة اللي تحت يعني، ما كنتش متخيلها خالص. طيب اي اسئله تانية؟ هو برضو عايز اعرف الرول اوفر كيبلز في الستريت كيبل كان 4 وايرز، قصدي يعني 4 وايرز و 8 وايرز، فانا مش فاهمه الحته دي. طيب الكروس اوفر كيبل هو 4 وايرز اهم، والستريت كيبل هنا 4 وايرز، والرول اوفر كيبل ده 8 وايرز. هو ده المفروض برضك 8 وايرز، بس هنا بقيه الوايرز هل محتاجين نوصلهم بطريقه معينه؟ فبالتالي اللي بيحصل ان انتوا بتوصلوا كلهم استريت بالشكل ده، واخد بالك؟ بيبقى مستخدمين منهم أربعة اللي هم بالأسود، والأربعة اللي هم بالأزرق دول مش مستخدمين. خلاص هنا الكروس أوفر يهمني برضك الأربعة دول، بقية الوايرز نفسها متوصلة إزاي مش مشكلة، unless إن أنا مستخدمهم لحاجة تانية فبكون عاوز يتوصلوا بطريقة معينة خاصة بالأبلكيشن التاني. وده طيب، شكرا. هل في أسئلة تانية؟ طب عايز حضرتك يا دكتور، هو احنا ليه استخدمنا 2 ترانسميترز و 2 ريسيفرز؟ عشان انت عندك كرنت بيمشي فلو، ما لما ببعت من A ل B كأن عندي السورس هنا واللود هنا، لأن دي إلكتريكال سيجنال. ماشي. طيب هو المفروض ان الكرنت وهو راجع يبقى هو راجع اكنه من تي اكس في بي رايح على ار اكس في اي، صح ولا لا؟ ما هو خلي بالك ده كرنت كده لوب، يعني انت كالكتريكال سيجنال محتاج لوب، مش ببعت مش الواير ده بيبعت الداتا من ايه لبي، والواير ده بيبعت الداتا من بي لايه، انت محتاج الكتريكال سيجنال تمشي في لوب. تمام ماشي، ده مش اوبتيكال فايبر مثلا، مش دي اوبتيكال فايبر، ده اوبتيكال فايبر تاني. طيب في بس نقطة هنا برضك ممكن اضيفها، ان ال ان ان الكلام ده وان ابلايد على الكلام ده ابلايد على الايثرنت، الكلام ده كده ابلايد على الايثرنت
والفاست ايثرنت. ولكن الجيجا بيت ايثرنت هكتبها مثلا لوحدها هنا، الجيجا بيت ايثرنت، جيجا بيت ايثرنت uses 8 wires. واضحة ولا أعيد الكلام؟ الجيجا بيت ايثرنت بيستخدم 8 وايرز. ليه بقى؟ لأن الجيجا بيت ايثرنت عشان تبعت داتا ريت عالي فبتستخدم 8 وايرز كلهم وبتبعت ان بارلل يعني. ماشي؟ طيب الكيبلنج بقى، الكابلنج بيبقى عامل ازاي؟ ممكن ان انا اوصل عن طريق ريبيتر كده خلاص. يبقى انا عندي مثلا هنا دي الكونكتيفيتي على شكل ممكن اول واحد ده اللي هو لاين، لو بصيت اللي على الشمال هتبقى لاين ماشي كده. يعني مثلا لو انت بصيت دون، لو دون لاب هتلاقي مثلا لو هو متقسم صفوف كده هتلاقي ممكن توصل الكمبيوتر بتاعت الصف الاولاني وتاخد كده الكمبيوتر بتاع الصف الثاني والصف الثالث وهكذا. ممكن يبقى في عندك باك بون، باك بون يعني، وبالتالي يعني مثلا زي كيبل كده ماشي جنب الحيطه مثلا، وده البنجيات اهي، كل بنج ايه يتوصل ب بالكمبيوترز اللي عليه او على شكل تري بالشكل ده. ماشي. الريبيتر هنا دون برضك فيزيكال لاير ديفايس، هو كل اللي بيعمله الريبيتر ان هو بيريجنريت سيجنال تاني، فهو فيزيكال لاير ما بيفهمش داتا لينك لاير، وبالتالي اللي مبعوت من ال بي حتى بيروح للسي ولدي. ماشي. طيب انتوا خدتوا الايثرنت، خدتوا مانشستر وديفينيشن مانشستر في التوتوريال صح؟ مش مهندسين ولا بتفكروا؟ نعم؟ هو ما اعتقدش ان احنا اخدنا الديفرنشال مانشستر، بس احنا عارفين مانشستر اوريدي. مش انت خدت اللاين كودين؟ اه كنا اخدناه السمستر اللي فات. يعني مش عارفه بالظبط احنا اخدنا ايه في السكشن صراحه، علشان كانت اخر حته خالص في السكشن، بس ما اعتقدش ان انا سمعت قبل كده كلمه ديفرنشال مانشستر يعني. طب ومانشستر دي احنا كنا اخدناها او عارفينها اصلا. طيب هو ببساطه خالص هنا مانشستر عمل ايه؟ مانشستر عمل كودينج بحيث ان هو الزيرو في النص هنا، الزيرو في النص يعني السيجنال بوزيتيف ونيجاتيف يعني بولر، ودون هيخلينا نتخلص من المشكله بتاعه الدي سي. لو السيجنال بوزيتيف بس يبقى في دي سي بوزيتيف، ولو نيجاتيف بس هتبقى ايه دي سي في دي سي نيجاتيف. فعشان ما يبقاش في دي سي ونقع تحت مشكله اللي هو اللي يكون في اي سي كابلنج او دي سي كابلنج، فبالتالي ما فيش هنا ايه، ما فيش هنا دي سي. طيب وهو عمل ايه بقى؟ ال1 بعته على شكل ايه فورمات معين اللي هي هنا هاي لو. ماشي. ده ال1، ده ال1، والزيرو على شكل فورمات تاني اللي هو لو هاي، نص البيريود هاي ونص البيريود لو. فانت كل اللي هتعمله هنا ان انت هتيجي عند كل 1 هنا اهو، هتشيل السيجنال وتحط هاي لو او هاي لو، ال1 التاني ده او هاي لو، ال1s دي كلها هاي لو هاي لو وهكذا. الزيرو بقى عكسه لو هاي، الزيرو زي اهي لو هاي لو هاي. فايده ده ايه بقى؟ فايده ده ان هو جارانتي ان في ترانزيشن في كل ايه بيت، بدل ما هو يبقى مثلا لو بعت ستريم اوف زيروز وستريم اوف وانز يقعد فتره كبيره ما فيش ترانزيشن، وبالتالي يحصل ميس سنكرونايزيشن مع الريسيفر. فبالتالي كده بيجارانتي ان في ترانزيشن في النص.
الديفرنشال مانشستر بقى هو عمل حاجه تانية، بدل ما يبقى السيجنال كودد في الليفلز هاي ولو لو هاي، كودد في الترانزيشن، وده من قد يكون اسهل في الديتكشن. فعشان كده الزيرو اهو بيبقى فيه ترانزيشن، ده كده معناه زيرو في البدايه. النو ترانزيشن اهو اللي هو هنا ده، ده معناه ايه؟ 1. وممكن طبعا يعكس، فلو انا كده كده في ترانزيشن في النص، بس ال1 وال0 ريبريزنتد بايه؟ ريبريزنتد بالترانزيشن اللي في الاول. فهنا طبعا في الاول هنا مش هقدر احدد، لازم اعرف السيجنال كانت هاي ولا لو الاول هنا. فهنا ال1 مش هقدر احدده هنا، لكن ال0 اهو عامل ترانزيشن هنا، ال0 الثاني حصل ترانزيشن في بدايه ايه؟ السلوت، وهكذا. هنا 1 مفيش ترانزيشن اهو، خلاص. هنا 0 في ترانزيشن، هنا 1 في ترانزيشن، وهكذا. سوري، مفيش ترانزيشن هنا. يعني خليني برضك ابوينت كام واحد كده. ال1 ده اهو مفيش ترانزيشن، وال0 ده اهو في ترانزيشن، وهكذا. فبالتالي ده ديفرنشال مانشستر. حد عنده اي سؤال؟ طيب في بقى هنا الايثرنت كيبل، سوري الايثرنت فريم. فهناخد ايه في الفريم فورمات. هرجع بس اجاوب سؤال كان حد ساله، يعني ايه سيجمنت هنا؟ يعني ايه سيجمنت؟ لما مين اللي كان سأل يعني ايه عدد النودز بالسيجمنت؟ يا دكتور محرز، عدد النودز بالسيجمنت هم عدد النودز اللي ممكن يحصل كوليشن بينهم وبين بعض. يعني لو بصيت للتوبولوجي دي، لو كل النودز دول واصلين ببعض مش واصلين بقى بسويتش او راوتر، فبالتالي العدد ما يزيدش عن الرقم ده، ماشي؟ لان كده الكوليجن ريت هيزيد، ويحصل ايه؟ هيحصل ان البرفورمانس هيبقى وحش. يعني مين لي اكني بتكلم على كومن بوست مثلا وباخد منه نود، فعدد النود كذا. كومن بوست، او يكون ممكن يكون في ريبيتر في النص، لان ده فيزيكال لاير، او ممكن يكون في هاب. فمين لي كومن بوست بس؟ طيب. الهاب هيزود لي العدد ده، صح؟ لا الهاب لا، لان الهاب فيزيكال لاير. مش هيقسمها لكوليجن دومينز، هوضحها برضه دلوقتي تاني. طيب الايثرنت دون فريم ده محتاج الصراحه وقت شويه، فده مش هشرحه دلوقتي، ولكن هستفيد بس ان احنا النهارده 18. هنستفيد بس ان احنا خلصنا الايثرنت اللي هي 10 ميجا. انا مش هشرح الايثرنت دلوقتي، هشرحه بعدين، ولكن هشرح الفاست ايثرنت، الفاست ايثرنت والجيجا بيت ايثرنت. الفاست ايثرنت هنا بتبقى بيستخدم سويتش، خلينا هنا فاست ايثرنت. زي ما قلنا ان هي بتبدا الكود بتاعها 10، يعنيها 10 ميجا بيتس بير سكند. وفي هنا ممكن تستخدم تويستد بير او فايبر. برضك الرقم 100 اهو ظهر تاني عندنا، وده الرقم اللي احنا بقى ايه بنتعامل معاه. في كاتيجوري 3 نوع الكيبل، وفي كاتيجوري 5. لو انت اشتريت ايثرنت كيبل هتلاقي فيه كات 3 وفي كات 5 وفي دلوقتي كات ايه برضك من فتره كات 6. كات 6 ده هتلاقيه اغلى من كات 5، وكات 5 اغلى من كات 3، خلاص. فبالتالي هنا الكات دي اللي هي الكاتيجوري بتفرق في الكيبل في ايه؟ من اللي في حاجتين، الكواليتي بتاعت الماتيريال، يعني كل ما الماتيريال فيها امبيورتيز اكتر كل ما بتريزيست الكرنت طبعا اكتر، وبالتالي وبتسخن وكده، وبالتالي الداتا ريت هنا هيبقى ليميتد.
والماتيريال، والحاجه الثانيه اللي هي التويستز، عدد التويستز بتبقى احسن. انتوا طبعا عارفين احنا الكيو بيبقى تويستد ليه صح؟ عشان الانترفيرنس. عشان يقلل الانترفيرنس. لكن كل ما كان عدد التويستز ده اكتر، ملفوف اكتر، يعني عدد التويستز بير يونت لينث بالانش مثلا او بالسنتيمتر او كده، كل ما كان عدد التويستز اكتر كل ما كان احسن. فهي ده الاختلاف، الخلافين ما بين الكاتس المختلفه. اللي هو الكومن هو كات 5، ودلوقتي طبعا كات 6 ايه بقى فيري كومن يعني، بس ده اللي مشهور اكتر كات 5. ورخيص طبعا، ارخص من كات 6. فالماتيريال بتاعته اللي هو البلاستيك المستخدم والميتال المستخدم بيور اكتر، والتويستز اكتر. ماشي. طيب في بقى يو تي بي، يو تي بي اللي هي ان شيلد تويستد بير. ان شيلد تويستد بير ده اللي احنا برضك مستخدمينه عادي، انما في شيلد تويستد بير اللي هو مين؟ الشيلد تويستد بير ان هو بعد ما معمول كده بقى تلاقي عليه شيلد. ده شيلد، ده كده شيلد، اسمه شيلد تويستد بير. ده شيلد بحيث ان هو بيترمينيت الايه الانترفيرنس، فبيبقى البرفورمانس بتاعه احسن يعني. يبقى انا ده كده. وطبعا او فايبر. ماشي. السيجمنت سايز هنا طبعا لو فايبر زي ما شفناها في الـ في ال 10 في ال 10 بز اف اللي هي يوصل ل 2 كيلو. يعني اللان، لما اقول لك بقى اللان، اللان سايز قد ايه؟ هتقول لي ايه؟ لا، لان وزن ديستنس قد ايه؟ احنا لغايه قبل النهارده كنا نقول 100 متر وخلاص. لا، هي بتعتمد على حسب ايه؟ التوبولوجي والكيبلز اللي مستخدمها وكده. ماشي. يعني ممكن توصل ل 2 كيلو، او ممكن توصل ل 2 كيلو واسمها لان برضه. طيب في بقى جيجا بيت ايثرنت. الجيجا بيت ايثرنت طبعا بتبقى يعني لما ازود الريت، فبالتالي يعني it is not logic ان انا ازود الريت واخليهم يستخدموا ستيل كومن باس يعني. فبيستخدم هرجع بقى السلايد اللي انا عدتها اللي هي سويتشد ايثرنت. سويتشد ايثرنت عباره عن ايه؟ ان هو كل سويتش بيبقى واصل ببورت مختلف. ماشي. كل سوري كل ديفايس بيبقى واصل ببورت مختلف. يعني مثلا هنا ده كمبيوتر اهو، مثلا ده ايه وبي اهو، كمبيوتر تاني واصل ايه ببورت تاني، وهكذا. فكل بورت بتبقى واصله بنود. الهاب ده انا شرحته، لو انا عندي هاب هنا معناها ان كل النودس اللي هنا دي، كل النودس اللي هنا دي كانها كونكتد بكومن بس. خلاص. فممكن بورت واحده من سويتش واصله اي نعم بهاب وكل حاجه، بس دول كده كانهم ايه هاب، كانهم نود واحده. فده اسمه كوليجن دومين. كلمه كوليجن دومين يعني ايه؟ هي النودس اللي ممكن يحصل كوليجن بينها وبين بعض، ده كده كوليجن دومين. فالسويتش ده لما اجي امثله او كده سويتش، لو قلت ده سويتش يبقى كل نود واصله ايه لوحدها بورت. لو انا قلت هنا هاب اهو، يبقى انا كده ايه، حد بقى يقول لي فين هنا كوليجن دومينز؟ الكوليجن دومينز هنا هتبقى الكوليجن دومين هنا هتبقى ده كده كوليجن دومين واحد، ده كوليجن دومين. وده كوليجن دومين تاني. يعني النودس اللي هي واصله لوحدها دي ممكن يحصل كوليجن معاها ولا لا؟ لو قلت هنا A B C D فدي ممكن يحصل كوليجن معاها ولا لا؟ هو دي مش كده هتبقى كأنها ستار كونكشن، فكأن كل واحد مستقل بنفسه، فما اعتقدش ان يحصل كوليجن.
ان في سويتش. ممكن ما هنا يبدو ان هو ما حصلش كوليجن، بس الكوليجن ممكن ستيل يحصل ما بين النود دي وما بين البورت بتاعت السويتش، لان لو بداوا الاثنين يبعتوا لبعض في تايم قريب من بعض قبل ما السيجنال ما توصل للثاني، ستيل ان يحصل ايه، ممكن يحصل كوليجن. اي نعم البروبابيلتي بتاعته قليله لان احنا بنتكلم في ديستانس صغيره، قلنا وزن 100 متر مثلا لو هو تويستد بير، وبالتالي البروباجيشن ديلي صغير، ولكن ستيل ممكن يحصل كوليجن. فده كده كوليجن دومين، وده كوليجن دومين، وده كده لوحده كله على بعض كوليجن دومين واحد. خلاص في الستورند فورورد وكات ثرو دول هشرحهم المره الجايه برضه مع الايثرنت فريم. دكتور معلش انا برضو مش فاهم يعني برضو ايه الفرق ما بين السويتش والهاب، نفس الفكره تقريبا. الفرق بين السويتش ان الهاب هو فيزيكال لاير اللي جاي له من بورت بيبعته للباقيين زي ما شفنا. السويتش بقى لو انا عندي ترافيك راحه مثلا من A ل C هتروح من A ل C بس، عندي ترافيك تانيه راحه من B مثلا ل D هتروح من B ل D بس. والسويتش ده هو layer 2 device فبيفهم layer 2 address، وبالتالي الترافيك اللي هيجيله من A وراح على نوت C ماشي هيكون عارف ان راح على نوت C بس، فبالتالي مش هيبعتها ولا لل B ولا لل D. هل والسويتش دون عباره عن زي الكمبيوتر كده، في هو في بروسيسور وفي ميموري وفي ستورج، وبالتالي الترافيك اللي ممكن يستقبل من التو بورتس دول الاثنين في نفس الوقت. مش انت عندك في الكمبيوتر ممكن بتكتب على الكيبورد ماشي والماوس بيتحرك وتحرك الماوس وفي نفس الوقت البرينتر ممكن يكون شغال بيطبع حاجه والايثرنت بورت يكون مثلا بتبعت ايميل او كده، وكل ده مين اللي بيعمل مانجمنت للكلام ده؟ المذر بورد اللي هي عباره عن بروسيسور وميموري. البروسيسور هنا بيمانج الانترفيسز ثرو الميموري، مثلا بياخد الداتا هنا يحطها في الميموري، بياخد من هنا يحطها في الميموري، يعمل تايم شيرنج ما بينهم. وبالتالي ممكن السويتش هنا ابعت ما بين من A ل C وفي نفس الوقت ابعت من B ل D من غير ما يحصل كوليجن ما بين. لكن الهاب هنا لو انا ببعت من نود لنود تانية، لو النود التالتة بعتت هيحصل كوليجن ماشي، فده كوليجن دومين واحد. واضح؟ تمام يا دكتور. طيب سؤال بقى ليك، لو انا مثلا قلت هنا مثلا قلنا A B C D، قلنا E F G، لو دي لو هي مثلا دي 10 ميجا بيتس بير سكند اللي هي فاست ايثرنت، هل النود A تقدر تبعت الفول ريت بتاع ال 100 ميجا ولا لا؟ هو محتاج يبعت يعني على الهب او يعني حد من النودز اللي على الهب؟ لا لو مثلا ايه هيبعت للسي، لو ايه للسيم هيبقى ما فيش مشاكل ان هو يبعت على نفس الريت، انه كده اصلا السويتش بي بالظبط كده. لكن النوتس زي اي واف وجي هيشير ايه، هيشير الداتا ريت هنا ويحصل كوليجن ما بينهم، فهتلاقي الداتا ريت اللي اقدر ابعته من واحد منهم مش بس 100 على 3 او 100 على 4 لان دي واحده منهم اهي، مش 100 على 4 لا ده اقل من كده كمان لان لسه في تشانس في كوليجن ماشي. طيب فهل يعقل بقى ان انا زي ما اتكلمنا في اول المحاضره ان انا مثلا عندي 10 ميجا بت ايثرنت وزودت الريت ل 100 وزودته ل 1 جيجا وزودته ل 10 جيجا ازود وستيل اخليه شيرد ما بين نوتس مختلفه، ولا في الجيجا بت ايثرنت المور لوجيك ان كل نوت تبقى وصل لوحدها ببورت وبالتالي اقدر ابعت على السبيد العاليه كلها؟ فالمور لوجيك ان انا كل ما بزود السبيد عشان ابعت داتا ريت عالي استخدم سويتشز بدل هابز. خلاص فانت دلوقتي هتلاقي ان الهابز استخدامها حاليا قليل جدا. خلاص وممكن لو انت حبيت تدور على الهاب يعني ايه يعني مش هتلاقيه كومن كده على طول يعني. طب ده فالجيجا بت ايثرنت بقى زي ما اخر حاجه هناخدها ان شاء الله النهارده
زي ما شفنا قبل كده اهو. 1000 بقى بيس تي، 1000 دي معناها ايه؟ جيجا بيت ايثرنت، جيجا بيتس بير سكند، خلاص. فدي طبعا ممكن استخدم بقى ايه بقى فيها، استخدم اوبتيكال فايبر. انتوا عارفين اوبتيكال فايبر في سنجل مود وفي مالتي مود. طبعا المالتي مود ده الديامتر بتاعه بيبقى في حدود 50 مايكرو متر، يعني ده صغير قوي، والسنجل مود اصغر حوالي ايه 100 مايكرو متر. ولكن المالتي مود هنا ممكن ابعت عليه داتا ريت عالي، سوري السنجل مود ولا ايه، ابعت عليه داتا ريت عالي او يمشي مسافه كبيره، ماشي. المالتي مود فايبر طبعا بيمشي ايه مسافه اقل، لان بيحصل فيه ديسبرشن. انت المفروض فاميليار ايه بالجزء ده من الاوبتكس، او برضك من التوتوريال اللي انت خدته الطيب في كيبلز، اللي هو الايثن اللي هو التويستد بير كيبل والكوكسل والاوبتيكال فايبر كسيستم ليفل يعني. طب هل ممكن استخدم تويستد بير؟ بص بقى، ممكن استخدم تويستد بير، بس خلي بالك بقى من حاجه. ال 100 متر اللي احنا قلناها في ال 100 متر اللي احنا قلناها في الايثرنت والفاست ايثرنت بقت 25، يعني يمشي مسافه ايه؟ اقل. غير كده ان هو شيلدد، ماشي؟ غير كده ان انا بستخدم التو بيرز كلهم، هستخدم 8 بينز، 8 4 بيرز، او استخدم سوري تحت اهي 4 بيرز. يا اما استخدم 4 بيرز يعني استخدم الثمانيه كلهم، فبالتالي ببعت كاني ببعت بارلل ترانسميشن، دي اللي انا قلتها من شويه، ان الثمانيه وايرز ممكن استخدمهم في الجيجا بيت ايثرنت. فبالتالي يبقى انا لو استخدمت تويست بير عادي يبقى شيلدد اهو، يبقى شيلدد دي حاجه عشان يقلل الانترفيرنس، وفي نفس الوقت ايه المسافه صغيره، او يبقى ان شيلدد وبس ببعت على 4 بيرز، ماشي. حد عنده اي سؤال؟ طيب هو انا كده يعني خلصنا الجزء اللي احنا عايزين نناقشه النهارده. زي ما قلنا المره الجايه ان شاء الله في حاجتين سيبناهم هنتكلم عنهم، اللي هو اول حاجه المود بتاع السويتش اللي هو ستور اند فورورد وكات ثرو، دول هنتكلم عنهم، وهنتكلم على الايثرنت فريم. هل في اسئله؟ دكتور، انا كنت قلت لحضرتك على التوصيله اللي هي اللينز اللي بتبقى ورا موجوده في المودم اللي عندنا في البيت، فهل ده كده دول يبقوا سويتش صح؟ بص، هما دول انت دلوقتي ممكن يعتبر هو يعتبر سويتش، لان دلوقتي الراوتر يعني دي هتبان اكتر المره الجايه، نيجي نتكلم على اخر في الراوتر ده، ماشي. الراوتر بيبقى تحتيه سويتش وتحتيه هب، فهو دلوقتي الراوتر ده بيبقى كل انترفيس ليه بيبقى كونكتد لنتورك مختلفه، هو بيعمل راوتنج ما بينهم. ولكن الاربعه بورتس اللي انت بتوصلهم دول بيبلونج لنفس النتورك، فبالتالي فهو اندرنيث يعني الاربعه بورتس دول بيعتبروا كونكتد كسويتش مش كراوتر يعني، والا كل واحد هيبقى ليك نتورك مختلف، ماشي. فدي انا فاهمها اكتر المره الجايه يعني. بس خدهم في الرزاين بينج ان هو الاربعه بورتس دول عباره عن كانه سويتش يعني. طيب في حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب انا هقف لغايه هنا، واتمنى ان انتوا تكون الجزء ده فهمتوه كويس، وهنكمل ان شاء الله المره الجايه يعني. السلام عليكم.